صباح الخير. صباح الخير دكتور محمد، ازي حضرتك؟ صباح الخير زكي. صباح الخير جميعا. صباح الخير. صباح الخير محمد أفغاني، ازي حضرتك؟ صباح. طب احنا ما عندناش حد يا بيشوي؟ ما هو بس انا هبعت لهم حالا، هما كانوا منتظرين. طيب يلا. جاهز يا بيشوي؟ دكتور محمد احنا ممكن نبدأ. يلا معانا دكتور مينا سامي ودكتور امير انور. اه دكتور تمام اتفضل. Good morning my dear professors. الصوت مش كويس، صوتك مش واضح بشوي. انا سامع صوت دكتور محمد رملي كويس بس بشوي فعلا صوته بشوي مش حلو. مش كويس. لو يغير مكانه. بشوي سمعنا؟ لا هو بشوي شكله بيريكونكت تاني.
خلاص بيشوي بريكونكت تاني. مش بعتذر لحضراتكم، إن شاء الله نقدر إن احنا نعرض دلوقتي. طيب يلا بشوي نبدأ بالسامري. Total number of STEMI cases كان 7 cases و all were admitted and underwent primary PCI strategy. 5 of them had successful PCI and 2 had no intervention at presentation. We had no mortality and we have currently recovering 4 patients and 3 patients had been discharged. Starting with the first case was Dr. Mina Sami, 43-year-old female, known to be diabetic and hypertensive. She had history of acute coronary syndrome, probably anterior stem. 2 months ago, and she underwent a coronary angiography and was advised to do CABG. It was not done, and the patient presented again to us with typical chest pain of 8 hours duration. She was vitally stable, and her ECG. As we can see, it shows ST elevation, lead 2 and lead 3, and EVF with reciprocal ST depression, lead 1 and EVL, and Q waves, anterior precordial leads. Elevation for lateral leads. Yes, yes. V5 and V6. Oh, Dr. Mina Sami. صباح الخير دكتور محمد، زي حضرتك؟ صباح الخير مينا، ازيك؟
تمام الحمد لله. هي دي فعلا كانت فيميل زي ما بشوي قال كانت ما كانتش فيري اولد, كانت في الفورتز, كانت عندها تايب 1 دايابيتس بقاله حوالي 35 سنه, وكمان كانت هايبرتنسيف وكانت هيفي سموكر. هي جت كانت عامله من شهرين كورونري انجيو, كانوا قالوا لها تعمل كابج وهي كانت ما عملتهاش فور سام ريزن, وكانت جايه لنا بتيبيكال تشست بين وكان لسه اون جوينج. الحاجه الثانيه انها كان عندها غير البين ضغطها كان بوردر لاين قبل ما ندخل القسطره كان 90 60. نشوف الصور. اول صوره اللي هي على الشمال فوق الار او اي, الار او كودل, شايفين في سب توتال اوكلوجن في الميد ال سي اكس. ال اي دي في بروكسيمال ليجن بس بعد كده هو ديفيوزلي ديزيزد تحت, فما كانش عندنا الصراحه تارجت زون. والار سي اي شكله ديفيوزلي ديزيزد من فوق لتحت وفي ليجن سيجنيفيكانت قبل البايفوركيشن وليجن سيجنيفيكانت كمان في البي دي اي. صراحه هي العينه في الوقت ده بعد الدايجنوستيك بمجرد ما حققنا شويه صبغه هي ضغطها بقى 70 40, حتى بعد ما فلاش السيستم وتاكدنا ان الهيمودينامكس مظبوطه فاديت لها شويه فلويدز كده تشالنج وبدانا ليفوفيد في الاسطر, وقعدنا ندسكس هل العيالة دي to be sent for cabbage ولا نحاول نعمل لها مثلا RCA دلوقتي ونعمل لها circumflex بعد كام يوم. انا ما كنتش واثق بصراحة مين فيهم ال culprit 100%. ال ECG كان في ST elevation في ال inferior leads, كان في lead 3 اكتر من lead 2, فده ماشي مع ال RCA, بس كان عندها برضو ST elevation في lateral leads بس برضو ممكن يتفصل بRCA, فأنا كنت ميال أكتر إن الكالبريت هو الRCA مش الcircumference. فمهم خدت برضو رأي دكتور كريم محمود, كلمته بالليل لأني فعلا ما كنتش عارف أسيبها فور كابج ولا لأ, بس هو قال نحاول نعملها الRCA لأن هي العينة كانت hemodynamically unstable وكان عندها ongoing chest pain, فما كانش هينفع نطلع بيها كده ونستنى الهارت تيم كوميتي اللي بعد. فالبلان كانت ان احنا نعمل لها الار سي اي اللي بعد كده بشوي. تمام. دي الصور بتاعت الرايت واحنا داخلين. الواير الاولاني البي ام كان بيعدي بسهوله في البي ال برانش, لكن حاولت اخش بالبي ام دبليو قبل ما اخش فيه في البي ال, حاولت اخش فيه في البي دي اي بس يعني افتر سيفرال ترايلز فشلت. في اللحظه دي قررت ان انا اخد بي تي 2 ال اس كوشسلي, ده الواير الوحيد الثاني اللي كان عندي في القسطره, لاني حسيت ان البي ام مش هيعرف ينيجوشيت خالص لان كان في ليجن تقريبا سب توتال عند البايفوركيشن, الى جانب ان الانجل نفسها ما كانتش احسن حاجه. طبعا عارف ان ده هيدروفيلك واير ومش احسن حاجه في البرايمري انترفنشن, بس يعني ما كانش عندي اوبشنز ثانيه في الاسطر. المهم بعد يعني ريبيتد تايمز يعني نجحنا ان احنا ندخل البي ال بالبي ام والبي دي اي دخلناه بالبي دي 2 ال اس. ده بعد كده عملت يعني جود بريباريشن للليجن, دخلت بالونه 2 20 لو انا فاكر صح, ووسعت من اول ديستال في البي دي اي تحت لغايه فوق سيفرال تايمز. وكانت البلان انا كنت بحاول ان انا اخدها بتو ستنتس من هنا لغايه فوق البروكسيمال, بس انا عارف ان هو لونج ليجن, فيعني طبعا خدت الدعامه الاولانيه 2.5 38, وكنت طبعا قلقان انها ما تعديش في الـ في الـ في الـ في الـ في الار سي اي اللي قدامنا ده. اوكي اللي بعد كده بس عملت بريبريشن كويس للليجن من فوق لتحت.
هنا قدامنا صورة الستنت 2.5 38 ما كانتش عايزة خالص تعدي ال كانت بتقف في الايه في البي دي اي، فسحبتها ودخلت بعد كده ببالونة تاني 22 وسعت برضو ما كانتش عايزة تعدي، بس المرة دي كانت عند البايفوركيشن فسحبتها ودخلت تاني ما كانتش عايزة تعدي، فانا كده دخلت وسعت ثلاث مرات كل مرة من اول البي دي اي تحت لغاية قبل البايفوركيشن بشوية. ففي اللحظة دي حسيت ان 2.5 مش الطويلة دي مش هتعدي، فاخدت قرار ان انا هاخد واحدة اقصر للديستال ليجن واستخدم ال 2.5 38 دي بروكسيمال. اللي بعد كده يا تشوي بعد كده دخلت حطيت ال 2.5 24 ديستالي من اول الليجن اللي في البي دي اي لغايه قبل البايفوركيشن بشويه، وبعد كده حطيت واحده تانية اللي هي كانت معايا من اول 2.5 38 بروكسيمال ليها اوفرلابنج ووسعت الاوفرلاب. بعد ما خلصت القصه دي في الصوره اللي هي نمبر 16 دي البروكسيمال ايدج بتاعه الانتري بتاعه التو ستانس بتاعتي كان شكلها مش مريح خالص. Yes. بصراحه ما قدرتش اطلع بيها من القسطره بالمنظر ده، فدخلت بقى بدعامه 3.23 بروكسيمال وده كان المنظر الفاينل ريزلت. في اللحظه دي احنا خدنا قرار اننا خلاص يعني البين بتاعها كان هيدي خالص وهي كانت بدات يعني تهدى وتنام شويه، فاخدنا قرار ان احنا هنطلع من القسطره وندسكاس في الهارت تيم كوميتي هل نعمل السيركمفليكس ويعني في الهوسبيتال ستاي وتروح، ولا هل تروح وتيجي بعد كده تعمل السيركمفليكس، والال اي دي ده هنعمل فيه ايه، هو شكله مش كويس للجراحه وكمان شكله مش كويس للانترفنشن، فيعني تو ديسكاس هنعمل ايه في الليف سيستم ان انذر سيتنج. العينه بعد كده مشيت كويس، بس بعدها بكام يوم يومين تقريبا هي كانت بتسخن، عملنا لها سي تي تشيست طلعت كوفيد بوزيتيف وطلع عندها باتشز وكانت بتدي ساتوريت، جبنا لها مكان في رعايه العزل بس هي شريفيوزد وقالت لا انا ما عنديش كورونا ولا حاجه وما حدش طلب منكم تركبوا لي دعامات، وخدت بعضها وخرجت حسب الطلب اول ما قلنا لها انت كوفيد بوزيتيف ومحتاجه تتحجزي في الرعايه من يومين. تمام. عايز اسالك سؤال بالنسبه للصوره 21 دي صوره فاينل مش كده؟ اه دي صوره فاينل. اوكي، هو دلوقتي اللي تحت ده البرانش اللي بعد الستاند ده البي دي اي ولا ده بوستر لاترال؟ اللي بعد اللي هو فيه الستاند ده البي دي اي. اوكي، وده ديفيوزري ديزيز تحت برضو. اه ديفيوزري ديزيز، بس انا وقفت بالستاند في حته قبل الديفيوز ديزيز وبعدها يعني خدنا كده صوره مكان ما الستاند واقفه بعيده عن المنظر. أوكي. اللي هو بتاع الديفيوز ديزيز ده. طب وهي بعد كده شي واز ستيبل وبلاد بريشر سحبنا اللي سحبنا الليبو تاني يوم وكان ضغوطاتها 100 على 70 في الرينج ده، كانت في هارت فيلير شويه كنا بنزق دايوريتكس الى حد ما، بس بعد كده لما بقت هايبوكسيك وما كانش ده اكسبليند باللي احنا سامعينه على التشست بتاعها وكان عندها مايلد فيفر فشكينا ساعتها في الكوفيد، فلما أوكي. عملنا سي تي طلعت بقى يعني كوفيد اتليست اوف مودريت سيفيريتي وبيدي ساتوريت. طب وانت يعني وانت في القسطره did you take precautions؟ I always take precautions. انا كنت لابس N95 وفي okay. surgical mask عادي، دايما باخد precautions لان احنا عين البرايمري بنعمل لهمش very screen. important very important صح. اوكي يعني كده العينه خرجت ها خرجت. انا كان نفسي صراحه ناخد discussion في الهارت تيم كوميتي نعمل لها ايه في السيركمفرنس بقيه الفيسلز يعني انت إيه؟ على فكره انت يو كان تيك ذس يعني يو كان بريزنت ات برضه في الهارت تيم يعني there is no okay. problem يعني let's discuss it في الهارت تيم برضه for the rest of the vessels وفي وجود الجراحين. اوكي ما فيش مشكله. اوكي خلاص حاضر. اوكي محمد انا اعتقد ان هي we can still present her ونحاول نكلمها بعد اسبوعين مثلا او ثلاثه بالظبط كده. هي yes. ما رفضتش ان هي تعمل حاجه هي... تقدر خافت من الكوفيد اديها ثلاث اسابيع هي... مثلا تعدي يس ديفينتلي هي بس هي بس خرجت بخناقه مع النايب بتاعنا لان هو كان تعب كتير قوي انه يجيب لها مكان في رعايه العزل هو بيقول لي شتمته بافظع الالفاظ هو وكل الدكاتره اللي علموها. أوكي.
all through the way. Let's best as a medical case, let's discuss it in the heart team committee and then we can see. Okay. تمام خلاص حاضر يا دكتور تمام شكرا يا شكرا لحضرتك شكرا دكتور مينا احنا نروح لحالة مع دكتور أمير أنور صباح الخير يا محمد صباح الخير ازيك جميعا فين امبارح يعني فين امبارح معلش سوري امبارح ما قدرتش اجي معلش The case was a 48-year-old male not known to be diabetic or hypertensive smoker. He presented with typical chest pain of 4 hours duration. He was vital stable at presentation. Had his ECG is showing ST elevation inferior leads with reciprocal ST depression, lead 1 and EVL. Also, we can notice ST depression lead V2, V3, probably associated posterior STEMI, the inferior STEMI. Okay. The patient was transferred to the cath lab directly. Dr. Amir Anwar was the operator. How I answered our main sana ex smoker, the outcome risk factors, tato presented the inferior STEMI. احنا عندنا في الأسطرة الوقت الأخراني ما عندناش guiding catheters غير سبعة فرنش فالحالة ديت أنا اشتغلت femoral لأن أنا كنت حاسس radial artery ما كنتش حاسس إن هو هيشيل شي سبعة فرنش in this patient left system ما كانش في حاجة significant كان في ectasia و mild slow flow لكن كان كل arteries TME3 flow artery A can completely occluded at its mid segment. وقتها يعني I passed the total occlusion using BMW wire. وابتدينا نعمل بالون inflations في الأول بالونة اثنين وبعد كده بالونة اثنين ونص. الحقيقة نحنا كان عندنا very big thrombus at the med RCA. في الوقت دوت قررنا نحن نبتدي أجراستات infusion وإحنا بندي loading dose في الأرتري العين arrested في VF. اشتغلنا يعني very brief cycle of CPR وبدينا DC shock. The patient resuscitated immediately. وبعد كده كملنا ان احنا نعمل بالون انفليشنز في مكان التوتال اوكلوجن وكان اخر يعني بعد فريكوينت بالون انفليشنز كان المنظر زي ما حضراتكم شايفين سوري ممكن الصوره اللي قبليها هي بشوي بعد اذنك السلايد اللي قبليها كانت الصوره اللي هي بصوره 8 دوت كان يعني كان بقالنا شويه كتير على اجراستات و يعني وبالون انفليشنز at this stage يعني انا قررت ان احنا غالبا we have to deploy a stent to crush this thrombus ممكن نكتب شغل بعد اذنك واحنا يعني once انه I introduce a stent again the patient arrested المره دي بقى كان في برادي سيستولي كان most probably يعني كان في heart block أو كان في أنا مش عارف إيه اللي حصل بالضبط بس once إن أنا دخلت الستنت قبل حتى ما deploy all patient لقيته إن هو بيدخل في برادي سيستولي اشتغلنا CPR و I deployed the stent while وإحنا بنعمل ال CPR هي كانت الستنت 3.5 48 يعني احنا كان عندنا برضو مشكله في مقاسات الاستنتات 3.5 فاحنا كان عندنا يا اما 48 يا اما اللي بعديها مش عارف 16 او حاجه كده فانا استخدمت الاستنت الاطول واي ديبلويد ات على بريشر 18 وكنا بنشتغل سي بي ار ودينا يعني وعملت بقى يعني كان فيري كويك انفليشن للاستنت دينا اتروبين وكملنا سي بي ار البيشنت الحمد لله ان هو رد في صورة 10 لو حضراتكم شايفين يعني كان الفلو كان تيمي 3 لكن كان عندنا بروكسيمال للستنت كان في يعني زي
غالبا كان سبازم، هو كان سيركمفرنشال وكان على الايدج اوف ذا ستنت، والحته ديت لما رجعناها لقيناها ما كانتش فيها حاجه، ما كانش فيها حاجه خالص، كانت كومبليتلي هيلثي. البيشنت طبعا كان ضغطه بوردر لاين، فاي كودنت جيف نيتروجليسرين، لكن اي جاست ويتد واستنينا شويه على النور ادرينال انفيوجن، ودينا فلويدز لغايه يعني وانس ان البلاد بريشر عالي شويه هو السبازم كان ريليفد. والفاينل الفاينل صوره كانت في اللي هي 12 تيمي 3 فلو، الارتري كان فاتح والبيشنت كان كومبليتلي يعني ستيبل على نور ادرينالين وكان فايق تماما. هو بعد كده هي واز ترانسفيرد بعد 23 يعني اوفر ا فيو اورز النور ادرينالين واز ويند اوف كومبليتلي. امبارح عمل ايكو ايجكشن فراكشن 50% بريجنال موشن ابنورماليتيز في الانفيرير وول، ومفروض النهارده ده هو هيخرج ان شاء الله. اوكي، هو اهم حاجه ان انت فعلا ما استعجلتش وعملت حاجه في البروكسيمال ار سي اي، لان فعلا ات واز فاست، يعني ان انت الصور الاولانيه ما كانش في اي حاجه في الحته البروكسيمال. بالظبط. يس. طبعا احنا عندنا بقى يعني حاجة الحقيقة مشكلة كبيرة، انه احنا ما عندناش temporary pacemaker واير، صراحة حاجة مؤسفة جدا، والواحد بيبقى حط ايده على قلبه هو العيان دوت لما ارسد. ما فيش حل للtemporary wires؟ مش عارف يا دكتور محمد، انا يعني مش عارف المشكله ايه، انا فوجئت بالموضوع دوت يعني اصلا واحنا بنشتغل. دكتور محمد بتاعي، دكتور محمد معانا، يهوب يكون سمعنا، ونشوف احمد سمير نقول له على القصه دي ونشوف كده تتحل ازاي، لان ده حاجه فيري امبورتنت ان يبقى في باك اب. طبعا باك اب بيسنج في الاصل. طبعا. اوكي ثانك يو. اوكي شكرا. شكرا شكرا دكتور انس. عندنا ثلاث حالات مع دكتور احمد عثمان. دول بتوع يوم الجمعه يا احمد؟ محمد يوم الجمعه. انت ما نمتش الجمعه مش كده؟ والله انا يعني رحت المستشفى من واحدة ونص يعني، روحت وجيت وبعدين الساعه 8 خلصنا الصبح. طيب وكلهم بفي تي يا احمد، هو برضه مش عارف انت ايه مشكلتك مع الفي تي. الحمد لله. اول حاله كانت 45 سنه، في ميل نون تو بي هايبرتنسيف نون دايابيتيك سموكر، والبيشنت كان عندها ريكورنت شست بين كده، كانيديان كلاس 2 تو 3 وذ ذا باست 4 مانث، اند شي ديدنت سوت ميديكال ادفايس، اند بريزنتد ويز انجوينج شست بين اوف 4 اورز ديوريشن، اند شي واز فايتالي ستيبل ات بريزنتيشن. وي كان ابريشيت ان ذا اي سي جي ماركت اس تي اليفيشن انتيريور بريكورديال ليدز، اند اولسو وان اند اي في ال نوتينج سنسيف انتراتيرال ستيم. ذا بيشنت واز ترانسفيرد تو ذا كاس لاب رحمان عثمان 6 بي ام. والعينة كانت 4-5 سموكر، والباسلز بتاعتها كلها كلين اول ثرو، ما كانش عندها غير توتالي اوكلودد ال اي دي، بس توتالي اوكلودد يعني جاست شورت افتر اتس اوستيا. وي باست بي ام دبليو واير عادي، باست فيري سموك الحمد لله، وبالون انفليشن كده صغيره بان ان احنا عندنا ثرومبس كبيره في ال اي دي والباجنال. نكست ايمج شوي، عندنا لارج دياجونال واوله في ثرومبس، عامله يعني ام السقطوطه الاوكلوجن في اوله. فاي سايد ان انا اي جو يعني فور دايركت ستنتنج، وكنا حطينا ستنت لو ريمبر، لو ممكن تفكرني بالميجرمنت بتاعتها بشويه، اعتقد 3.48 تقريبا. اتاكد حضرتك. الو ما هكونفيرم مع حضرتك. حاضر. او 38 برضو، كنت احب ان هي تبقى اكبر شويه بروكسيمالي، بس ديستالي 3 ماتشنج. كنت ما بين ان انا احط واير في الدياجونال ولا لا، انا حسيت ان هو دخوله مش هيبقى صعب ان شاء الله يعني، فما حطيتش واير جاست يعني فور تو تراي تو سيف كوست مش اكتر يعني، which is not برضو the best to do يعني في وجود ثرومبس. وبعد ما حطينا الستنت الدياجونال قفل توتالي اوكلودد، بس العينه كانت ستيبل يعني، هو الاس تي نزلت لما فتحنا الفلو، والعينه ما جالهاش شاستين، ما جالهاش حاجه، ومع باسج الواير كان بي تي 2 ام اس واير، مع الباسج اوف ذا واير الفلو رجع في الدايجنال، كان باين ثرومبس اوله، فاي كابت هير جاست اون تايروفيبان وترانسفيرد هير تو ذا سي سي يو. اوكي
استنت كانت 4 38 او 8 اوكي يعني 4 38 4 38 دي ار تمام عشان والدياجنال بعد الوايرنج بس هو اللي خلاه يفتح وايرنج بس جاست وانا يعني وايرنج بس فرح تمام ما عملتش اي حاجه خالص ما عدتش بالونه حتى اوكي فهي كانت الستم كانت فوق انا هو في ثروم بس في اوله بس ما حسيتش ان انا محتاج ان انا ديل ويز ات يعني لا لا جاست سايروفيمات كده وكسان دايز ويعني خلاص في بيه خاصه اس تي نزلت البين ريليفد فيعني كنت حاسس ان انا عايز انتروديو كومبليكيت ثينجز مور يس اجري وذ يو خلاص لو كان عندنا اسبيريشن اي كود هاف يعني يوزد ات فروم ذا ستارت بروبلي لان كنت حاسس ترومبوس بيردن كبيره بس وي ديدنت هاف ات فما كانش عندي يعني ديبيت اوكي تمام فيري جود ريزلت next case, a 46-year-old male not known to be diabetic or hypertensive, heavy smoker. He presented with typical chest pain of 2 hours duration, maximum intensity. He was vitally stable. His ECG is showing ST elevation, inferior lead, lead 3, and the AVF lead 2, reciprocal ST depression, lateral leads. And the right lead show also ST elevation, noting inferior semi-involving the RV. The patient was transferred to the cath lab. هو العين برضو كان عنده الفاسلز بتاعته اكتاتيك left main والبروكسيمال LED والهول سيركمفلكس كان اكتاتيك. ال LED ما كانش فيه حاجه apart من البروكسيمال اكتيزيا لكن السيركمفلكس فيه ليجن اللي هو اللي في الميد سيجمنت. يس هو مش ده الكالبرت يعني الكالبرت بتاعه رايت بس مش عارف هو الليجن ده اتلوكس ان هو مش سيجنيفيكانت بس الدايمتر بتاع الاكتيزيا اللي حواليه شود بي تاكلت ولا شود يعني شود تاكلت هل الليجن ده ما كانش باين انه ثرومبس كونتيننج اور نوت انا مش شايف هنا كويس مش قادر احلف يعني تو مي ما كانش فيه هيفي ثرومبس ولا حاجه بس ما كنتش قادر احلف برضه في اكتيزيا وفي سويلنج للداي بالذات الجزء اللي بعده هي نقطة من الستنت اللي هحطها مثلا عايز ستنت يعني هحط ستنت كام 5 مثلا 5 او ما هي يعني هو الحته فورميديكال تريتمنت هي برضه اتس فيري فوكال والارتري اكتاتيك فلو هو يعني لو ما بيشتكيش وكان ليفيت فورميديكال تريتمنت ودون ترابل والدايامتر بتاع الحته اللي بين التو اكتاتيك ارياز از لايك ا نورمال فيسل الحقيقه اتس نوت فيري تايت It's not very tight. المشكلة إن قبلها اكتيزيا وبعدها اكتيزيا فإت لوكس إن هي شكلها أكبر. بالضبط كده. Yes. فيعني أنا قلت يعني هو كان ليفت بعد كده ده later on plan يعني بس إن هو لو اشتكى نبقى نعمل له حاجة. لو في evidence of ischemia. Yes. الرايت بقى بشو؟ تمام. هو الـ RCA برضو كان في اكتيزيا وبين إن هو في distal total occlusion. ده الاول ده واير بي ام دبليو كان بيعدي في البرانش يعني بيمشي شويه كده ادفانس وبعدين بيدخل في برانش ستاير اي ديفليتد بالون بس اشوف فبيملى باين ان هو بعد كده بيكمل بس البي ام دبليو واير ما بيمشيش في يعني ما بيكملش تو ديستال ار سي ام فجيب بي تي ام اس واير ونكست ايمج ده كود بي ادفانس ديستالي وبنفخنا بالونه 2.5 اشتغل كده 11 ابتدى يبان عندنا ان هو يعني الديستال ار سي اي في فيري لارج ترومبس بعد كده لونج بارت صراحه انا في المرحله دي اي ديسايدد ان يعني اجيب انترا كورونري اجراستات واوبتد اسيبه على تاريفيبان انفيوجن و وكليكسان وبصاره ساكن بلوك لان الحته دي فيها ثرومباي كبيره قوي وانا مش متاكد حتى الدايمتر بتاعها قد ايه وما عندناش يمكن عندنا في اللحظه دي ستنتات اربعه تاني ولا عندنا يعني ستنت 3.5 هي واحده قصيره على 12 او 18 اوكي قلت نجيب الثرومباي ونشوف الريزيديوال ليجن قد ايه ونبقى نتاكل الريزيديوال ليجن وهو هي الفرعيه الجديده على تايروفيبان والهيبرين يعني نيجي نصوره نبر على اخر الاسبوع لو يعني ما فيش مشكله ما مش مشكله يعني ديبلوينج ستنت وانا مش عارف الدايمتر وممكن كل ده يطلع جاست ترومبس ما فيش حاجه فقررت لا يعني ما دونت دو اني ثينج مور تمام صوره تاني امتى بلانينج ان انا اصوره على الخميس يا السبت يعني على الخميس بقى السبت حسب بس هو هيمشي زي كده والعيان ستيبل ها
لاين ستيبل اه يعني فرق ان هو بيتخانق معاهم في الرعايه وكده وعايز يخرج وبتاع، لكن هو غير كده هو ستيبل. اذا كان كده يبقى صوره ايرلير شويه. هي بس انا مش حاسس ان الترابس هتدوب قوي ايرلير يعني، حتى هو لو قفش قوي ان هو عايز يخرج ممكن اخرجه ويعني اكسان في البيت مثلا وبجيبه النكست يعني يوم الاثنين مثلا مصوره الاسبوع اللي بعده ان شاء الله. اوكي next case, a 52-year-old male, not known to be diabetic or hypertensive, a heavy smoker, presented with typical chest pain of 3 hours duration. He was vitally stable at presentation. His ECG showing ST elevation, anterior precordial leads, noting anterior STEMI. The patient was admitted and transferred to the cath lab for primary PCI. ده الرايت كرون بتاعه كان كويس، اعتقد كويس برضه في حاجه لارج سيل، وفي عندنا ثرومب لونج ثرومبوس كونتيننج ليجن. نيكست شو اوكي دي اللي كانت 348 بشوي ولا دي اللي بشوي؟ أتأكد لحضرتك برضه يا دكتور. أعتقد دي كانت 348 وكبرنا البروكسيمال بورد 3.5 وأنا فاهم بالكوريكت. نكست شو؟ هنظبط السبنت بس، هو عندنا في لاندنج زون بروكسيمال ووقفنا فيها. مظبوط 348 مظبوط. كبرناها بروكسيمال 3.5 حتى الفاينل ايمج بشويه يعني. هي 12 يا دكتور فاينل ايه 12 كان في فاينل ايمج يعني مش مشكله. فا اي ثينك وي هاف ديمتري فلو البيشنت ستيبل يعني هو بي ديستارج تومورو يعني ان شاء الله. تمام هي اوكي تمام شكرا يا دكتور احمد. شكرا دكتور. هو كان عندنا بس حاله مع دكتور محمد عادل قديمه من اسبوعين، بحاول بس اكلمه، هو المفروض قال لي ان هو ممكن يدخل معانا. طيب بص لا انا اي هاف تو ليف ناو، فمعلش خليها الاسبوع الجاي. اوكي خلاص اوكي خلاص. ماشي شكرا يا بشوي. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور محمد. شكرا يا بشوي. شكرا مع السلامه.